جورج وسوف يرد حصريا على شائعات في اي تي بالعربي. تعودت المهم ما يزهقوا، المهم ما يتعبوا. اشاعات نور اي تي بالعربي. شو بدي اقول، سلطان الطرب جورج وسوف باي تي بالعربي، نورني. مرسي مرسي يا حبيبتي، كلك ذوق، مرسي لك. وبالطريقه دي استقبل جورج وسوف اي تي بالعربي بعد ما اعلن عن وجوده في اربيل ببوست على الانستغرام بالصوره دي، وكتب سلام للحبايب من اربيل. واي تي بالعربي حرص انه يقابله عشان نطمن عليه. ابو وديع مبين فريش، كيف صحتك؟ الحمد لله صحتي بخير. ولما عرفنا انه بخير كان لازم نرجع للاخبار والاشاعات الكتيره مؤخرا حوالين حالته الصحيه، ومنها اللي صدم الوسط الفني وضجت فيه السوشيال ميديا رغم انه غير صحيح ابدا. الناس اللي بتحبك شو بيقولهم جورج وسوف، وهالاشاعه اللي عن جد كانت بشعه ما بدي اذكرها، شو بترد على هدول القصص وبتتضايق منهم؟ انا قد ما سمعت غير الاشاعه، شو ما كانت الاشاعه، الاشاعه والنجاح والشهره في ظل يوم الدفاع بشاعات منهم. الحمد لله أنا موجود بأربيل هلأ، عادي شغل بأربيل، وإن شاء الله طبعا كل حبيبي أنا بألف خير وانتمنى أنه شايفين بأي بقلبي. ضايقت لما سمعت الموضوع؟ لا 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 أبدا، تعودت. المهم ما يزهقوا، المهم ما يتعبوا من إشاعات. وما فيش شك ان كل حاجه بتتعلق بجورج وسوف بتتصدر الترند، زي مسلسل مسيرتي اللي اطلق على شاهد مؤخرا وحقق نسب مشاهده عاليه، فيه بنشوف مراحل ومحطات مهمة في مسيرة جورج وسوف الفنية والشخصية. ما بقى بدك تغني لي؟ قوم يا جورج. حضرت مسيرتي حبيته؟ اي حضرته، انا كنت اليد بالشغل يعني، انا كنت طبعا شرافك بالعمل. حبيت شو طلع المشروع لانه جاب كتير نسب مشاهدة عالية. أنا مش المهم، أنا أحب المهم إنه وصلنا رسالة صغيرة للناس إنه هيك حياتي ومرت المرحلة والمرحلة والمرحلة. أكيد ما في تفاصيل أبداً، تفاصيل بحياتي كتيرة وكتيرة وكتيرة. أنت كنت وعدني إنه رح تجيب لي أوضة أتعلم بها، لهلا لسه ما جبت لي إياها. نورت إيتي بالعربي وثانك يو كتير على كرمك. كلك ذوق يا حبيبتي، تحياتي لكم إيتي، وممنونكم أنا، بتفتكروني دايماً.